خلينا دلوقتي بقى نبدأ مع حضراتكم أولى فقرات حلقتنا الخاصة عن الثانوية العامة ورحلتنا المستمرة مع أوائل الثانوية العامة من الدفعات القديمة اللي حابين نشوفهم بيعملوا إيه دلوقتي ووصلوا لحد فين. دلوقتي خلينا نرحب بمحمد سامح من أوائل الجمهورية وهو حاليا طالب بكلية هندسة. معانا محمد طبعا عبر زوم. محمد صباح الخير عليك. صباح الخير يا فندم. يعني في البداية كده قولنا بقى إيه أخبار الجامعة؟ حياة الجامعة عاملة إيه؟ أنا كنت بحسب المجموع الخامس على الجمهورية دفعة 2021 دفعة التابلت، والحمد لله ربنا وفقني وخدت منحة كاملة في جامعة المعلوماتية. دي جامعة أسست وزارة الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة المعرفة كمشروع لتطوير تكنولوجيا المعلومات في الجمهورية، وكأنها أصبحت أول جامعة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قارة أفريقيا. فربنا وفقني وخدت منحة رئاسية هناك، منحة كاملة، وحاليا بدرس في كلية الهندسة قسم هندسة الحاسب. طيب محمد، عاوزين نعرف يعني ألف مبروك طبعا، لكن عاوزين نعرف منك بقى تقديرك إيه أخباره السنة دي؟ الحمد لله، هو التقدير هنا ماشيين بنظام الساعات المعتمدة بالجي بي ايه، والجي بي اي بتاعي حاليا 3.99 من 4. ما شاء الحمد الله لله. ما شاء بسم الله. الله ما شاء الله. طيب محمد، في اختلاف بين الثانوية والكلية، ايه اللي انت شفته؟ يعني ايه التجربة الجديدة بتاعتك؟ انت خلاص بقى انهيت مرحلة ما شاء الله موفق ودخلت مرحلة جديدة. الاختلافات، اتوقع ان الثانويه العامه طبعا الانسان فيها هيتعب اكتر بكتير قوي من الكليه في رايي الشخصي. طب دي حاجة الطلبة اللي داخلين على الكليات هيتبسطوا بيها جدا. الدراسه في الكليه انا في رايي ان هي مش اصعب من الثانويه العامه اذا كان الطالب داس على نفسه كفايه في الثانويه ودخل نعم. الكليه بمجهوده وبتعبه وباجتهاده، هيلاقي ان شغل الكليه ان شاء الله هيكون اسهل. وإذا كان بيشغل دماغه في الثانوية العامة وبيعتمد على الفهم، فهو هيلاقي النظام في الكلية مش مختلف بكتير عن الثانوية العامة في النظام الجديد يعني. صحيح. طيب محمد، خلينا بقى نتكلم تحديدا انت في تعريفك للدفعة بتاعتك، قلت انا دفعة 2021 دفعة التابلت. هل دفعة التابلت او وجود التابلت سهل لك حاجة في حياتك الدراسية لما بعد الثانوية العامة، فكرة وجودك في الجامعة وتحديدا كلية الهندسة؟ الفكرة في النظام الجديد، إن زي ما كان الدكتور طارق شوقي بيقول، إن هو النظام الجديد مش المركز بتاعه مش التابلت، المركز بتاع النظام الجديد هو إن بيقيم الطالب على فهمه مش حفظه صحيح. للمناهج. فالتابلت كان أداة لإن أنا أفتح حاجة زي بنك المعرفة، ده وبنك كان المعرفة سؤالي أنا التاني ليك استفدت يا منه محمد، بنك المعرفة اعتمدت عليه فعلا؟ في المصادر لما كنت بعمل أبحاث في الكلية. كنت في أوقات كتير بفتح بنك المعرفة وانت في الكلية؟ وأنا في الكلية. طيب محمد، طريقة المذاكرة حتى طريقة الامتحانات في الجامعة مختلفة عن الثانوية العامة. أنا واحدة من الناس اللي لما جيت دخلت جامعة كنت أنا متخيلة إن نفس طريقة مذاكرة الثانوية العامة، لو مجرد إن أنا بذاكر المناهج اللي عندي وبدخل أمتحن وخلاص. لكن الجامعة بتبقى مختلفة، بتبقى فيه زي ما أنت كنت بتتكلم كده، بيبقى فيه مشروعات أو فيه assignments بتبقى موجودة كل سنة. طريقة المذاكرة نفسها والتحصيل مختلفة في الجامعة. هل الموضوع ده في الأول واجهتك صعوبة فيه، ولا قدرت إن أنت تحصل وتفهم الطريقة بسرعة؟ التحصيل في الكلية بيختلف عن الثانوية العامة بحتة إن الدكتور مش ملزم إنه يشرح المنهج كله. الدكتور في أوقات كتيرة ممكن يديك الفكرة العامة، وأنت كطالب مطالب إنك تبدأ تبحث مع نفسك، تجيب معلومات زيادة، بيكون معاك المراجع. يعني هو الدكتور مش هيجيب لك امتحان من كوكب تاني، بس هو هيكون مديك المرجع اللي أنت المفروض تشتغل منه علشان تجيب تقدير كويس. طريقة المذاكرة ككم هي كمها أقل من الثانوية العامة، بس ككيف مختلفة تماما، لأن زي ما قلت الطالب محتاج يبحث مع نفسه شوية أكتر، ما يعتمدش بس مجرد إن هو ياخد المعلومة في المحاضرة ويحفظها، بيكون في المشروعات دي بتكون محتاجة من الطالب إن هو يبدأ يتعامل مع فريقه، ينظم شغله، ينظم وقته مع الفريق، فالطريقة بتكون مختلفة شوية فعلا. نعم. طيب محمد، لو هتدي نصيحة لزمايلك اللي دلوقتي مقبلين على يعني جوابات بقى التنسيق خلاص ودخول اختيار الرغبات الخاصة بيهم، ايه النصيحة اللي تقولها لهم؟
اولا هو التنسيق ربنا هيختار احسن حاجه لكل واحد، يعني مفيش كليه حد هيدخلها هي كليه وحشه، الاختيار ربنا دايما هو احسن اختيار، وان كان الطالب شايف ان هو ما توفقش في الثانويه العامه فاكيد ربنا شايل له احسن من كده طالما الطالب عارف ان هو اجتهد وعمل اللي عليه. نصيحتي برضو بعد الرضا طبعا بقرار ربنا ان الطالب يكمل، لان الثانويه العامه مش نهايه المشوار، الكليه لسه في بعديها شغل، لسه في بعديها تاسيس بيت، تاسيس اسره، لسه في حاجات كتيره جدا في الحياه مستنيانا، فالطالب يكمل بنفس الحده بتاعته ما يبطلش. طيب محمد، بما ان انت ما شاء الله في واحده من كليات القمه اللي بيطلق عليها كليات القمه اللي هي كليه هندسه، هل انت كان ان عندك اي تدخل من جانب الاسره عشان تدخل كليه الهندسه، ولا انت اللي كنت حابب كليه الهندسه؟ وهل بعد ما دخلت حسيت ان ده المكان فعلا او ده المجال اللي انت شغوف بيه؟ انا داخل كليه الهندسه عن حب شخصي للكليه، لان انا بحب التفكير الهندسي، بحب ان الانسان يكون فاهم، لان في كليات كتيره بتكون انا شايف ان بيكون فيها حفظ زياده عن اللزوم، بس انا ككليه هندسه بيكون في فهم اكتر، بحب الموضوع ده. وغير كده اللي عجبني برضو ان في جامعه مصر المعلوماتيه في كليه الهندسه قسم الحاسبات، ده هيربط لي ما بين كليتين انا بحب الاثنين، كليه هندسه وكليه حاسبات ومعلومات، لان انا مش شايف برضو ان كليه حاسبات وحشه والناس والدراسه فيها ممتازه، فان انا ادمج بين الكليتين في قسم هندسه الحاسبات ده حاجه انت كويسه. دلوقتي سنة تانية. دلوقتي سنه تانية ان شاء الله داخل سنه طيب تالتة. ما بين بقى في الأجازة ما بين سنة أولى وسنة تانية، هل نزلت مثلا اشتغلت أو اتدربت في مكان ما؟ احنا الجامعه وفرت لنا شويه تدريبات من مثلا معهد تكنولوجيا معلومات الاي تي اي، كان موفر لنا تدريب على الذكاء الاصطناعي، الجامعه برضو بتوفر لنا كورسات من الجامعه الشريكه اللي هي جامعه بيردو في امريكا، لسه واخدين منهم كورس في الصيف دوت الحالي، فالجامعه بتساعدنا في الحوار ده. طبعا احنا بنشكرك شكرا جزيلا محمد سامح، طالب بكلية الهندسة واحد واحد عفوا من اوائل الثانوية العامة. طبعا بنتمنى لك كل التوفيق يا محمد، ويعني ان شاء الله دايما موفق وناجح.